ينضم إلينا من كابول مراسلنا زاهر عمرين. صباح الخير زاهر، ما تداعيات هجوم قندز الدموي على المشهد الأمني في أفغانستان، ومن جانب آخر تطورات المشهد السياسي مع استعداد الجانبين الأمريكي والأفغاني لعقد محادثات جديدة؟ نعم، صباح الخير لك ماجد ولجميع المشاهدين. يعني تداعيات التفجير الذي حدث في قندز في سيد أباد البارحة ما تزال يعني أصداؤها تتردد هنا في العاصمة كابول. ساعات بعد حدوث هذا التفجير تم إغلاق الكثير من المناطق الرئيسية في العاصمة كابول ونشر وحدات إضافية للحماية في المناطق الحساسة كالمؤسسات وزارة الدفاع والقصر الرئاسي، وكذلك في المناطق التي توجد فيها أغلبية شيعية من الهزارة وفي مناطق الحسينيات التي كانت تشهد بطبيعة الحال البارحة مراسم دينية للاحتفال بنهاية محرم. لكن هذا ربما التفجير يتردد صداه أكثر على الثقة بحركة طالبان وقدرتها على حفظ الأمن، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف يعني سواء مساجد تابعة للسنة أو للشيعة في البلاد أو حتى كذلك مرافق عامة. نذكر منذ يومين سلسلة انفجارات خلال ملاحقة طالبان لعناصر من تنظيم الدولة، وكذلك خلال التفجير الذي تعرض له مسجد عيد كاه في العاصمة كابول أثناء مراسم تشييع والدة ذبيح الله مجاهد. هذه ربما الأحداث الأمنية والتفجيرات توحد الأفغان في مواجهة عدو مشترك هو تنظيم الدولة الإسلامية كما يرى مراقبون.